يستقبل الرجاء الرياضي في المباراة المقبلة فريق الفتح الرباطي في واحدة من أهم مباريات الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية، وعينه على تحقيق الفوز والارتقاء في سلم الترتيب. وأصبح الضغط كبيراً على المدرب الألماني جوزيف زينبور بسبب إهدار العديد من النقاط، آخرها كان في مباراة أولمبيك آسفي التي انتهت متعادلة بهدفين لمثلهما، مع تجدد الأخبار حول إقالته مع كل نتيجة سلبية يحصدها الرجاء الذي يوجد في الرتبة السابعة برصيد 13 نقطة، متأخراً بنقطتين فقط عن الصدارة. ونفى مصدر رجاوي مسؤول في حديث لسيت أنفو كل الأخبار التي تشير إلى قرب الانفصال عن زينبور أو حتى منحه فرصة أخيرة في مباراة الفتح، وتابع: أكذب بشكل قاطع كل ما يتردد حول إعطاء المدرب آخر فرصة يوم الأحد المقبل. المكتب المديري واثق في العمل الذي يقوم به الطاقم التقني للرجاء، ولن نكرر أخطاء الماضي. وكشف نفس المصدر أن إدارة النادي لديها ملاحظات تهم بعض التفاصيل حول عمل المدرب زينبور، لكنها لا ترقى إلى درجة المؤاخذات، مشيرا إلى أن ما يروج في بعض الصفحات الفيسبوكية المنسوبة إلى أنصار النادي غير دقيق، وأن الحديث عن إعطاء آخر فرصة للمدرب في مباراة الفتح غير صحيح بالمرة. وحقق الرجاء 3 انتصارات في بطولة هذا الموسم وتعادل في 4 مواجهات ولم ينهزم في أي مباراة، ويواجه الفتح في غياب الجمهور بسبب عقوبة الويكلو.